الرجل الذي بعده ونختم به إن شاء الله تعالى هذا المجلس، أبو طلحة زيد ابن سهل ابن الأسود رضي الله عنه، شهد العقبة مع السبعين، العقبة الثانية، وبدرا شهد بدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من الرماة المذكورين، كان راميا، وله من الولد عبد الله وأبو عمير، أمهما أم سليم بنت ملحان، بنت ملحان أو ملحان. طيب، عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا. أم سليم دي والدة منه أنس رضي الله عنه، امرأة صبورة وامرأة يعني تقية رضي الله عنها، ولها مواقف مشرفة. طيب، عن أنس بن مالك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، ذي أحب الأموال لديه اللي هو بير، والبير ده كما ستأتي قصته إن شاء الله تعالى. قال: وكانت مستقبلة المسجد، أول ما تجي من المسجد بتلاقي شنو؟ البير، ومويته جميلة جدا وعذبة عذبة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، يعني زي بستان وفيه موية، المهم أو بئر. قال أنس: فلما نزلت: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، الآية من سورة شنو؟ آل عمران. لما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اللهم إن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله، فينفق أحب ما عنده. قال أبو طلحة رضي الله عنه: فضعها يا رسول الله حيث أراك الله، يعني دي صدقتي والتوزع، أو ضعها حيث أراك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بخ، وذاك مال رابح. هي كلمة استبشار، قال: ذاك مال رابح، إلى أن قال: وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين، يعني تصدق بها في شنو؟ في الأقارب، لأن صدقة القريب أجرها أعظم من صدقة البعيد. شكيك أن الله اداك قروش، تمشي قبل ما تمشي للبعاد تصدق على شنو؟ واحد تلقى أخته فقيرة، وأولاد أخته تلقاهم ما لاقين شيء، وتلقى أخوه تجد أخاه من أفقر الناس وهو يتصدق على البعيد. أنا ما نقول حرام، لكن الأولى أن يتصدق شنو؟ من قريب. يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين، لأنه دي فيها صدقة وبر، وصدقة وصلة، صلة رحم. طيب، قال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله؟ قال: فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، أخرجاه في الصحيحين. دي منقبة عظيمة لأبي طلحة رضي الله عنه. والآن ذهب كل شيء، ذهبت الدنيا وقد أنفقوها لله تعالى، وبقي لهم ثوابهم وأجرهم. والليلة أنت في أشياء كثيرة بتحبها، قدم للآخرة، لأنه بيجي يوم بتموت والأشياء دي بتفنى. من مناقب أبي طلحة رضي الله عنه ما روي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من فئة، صوته في الجيش
خير من فئة، رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع للألباني وفي السلسلة الصحيحة له أيضا. طيب، وعن أنس رضي الله عنه أن أبا طلحة غزا البحر، ركب في البحر غازيا فمات، فلم يوجد له جزيرة يدفن فيها 7 أيام. قال: فلم يتغير، لم يتغير شنو؟ جسد، حفظ الله له جسده. ولا يفهم من هذا أنه يدعى من دون الله، لأن الميت لا يعتمد عليه، وتوكل على الحي الذي لا ينفع. قد يحفظ الله أجساد أقوام لكن لا يعبدون من دون الله، ما تحرك ولا كذا ولا كذا، لكن قد يحفظ الله جسد الكثيرين أو بعض الناس لكن لا يعبدون من دون الله. طيب، قال الواقدي رحمه الله: أهل البصرة يرون أو يروون أنه دفن في جزيرة، قال: وإنما دفن بالمدينة. قال الواقدي: وإنما دفن بالمدينة سنة 34، وهو ابن 70 سنة، وصلى عليه عثمان رضي الله عن الجميع. نكتفي بهذا القدر، وإذا مد الله في الآجال ووفق نأتي ونواصل في سير هؤلاء القوم الأعلام. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.